معقول بدها ماهي تضل هون بالبيت؟ انتوا عم تضحكوا علي وانا ما راح اسكت على هالشي. موافق، انا وانتي راح نعيش ببيتي. منيح هيك؟ شو عم يحكي هاد؟ ليش وافق على هالشي؟ رح اشتاق لك ستي، وانا رح اشتاق لك. كيف بتتجرأ وبتاخد هيك قرار؟ شو نسيت؟ نسيت نحن عشو متفقين؟ لا أبداً، متذكر اللي اتفقنا عليه. بس لو ما أنا تصرفت بهي الطريقة كانت خطتنا راح تفشل، وما فينا نخاطر بهي الشغلة. أكيد عم تفهمي علي، إذا ما هي ما وثقت فيني وضلت شايفة إنه واحد مثلي ما بيستحق يكون زوجة، فتأكدي إنه كل جهودنا راح تروح على الفاضي وما راح يصير الشيء اللي نحن بدنا إياه. فهمتي علي؟ طيب حاول تمنعها. أنا ما فيني أمنعها. مفكرة انه هي بتسمع يلي بقوله؟ هي بنتك انتي، اذا بتقدري وقفيها روحي جربي. ماهي ماهي، انا ما فيني خليك تروحي مع واحد محتال مثل هاد. صدقيني ما بعرف كيف صار هذا الشي، بس انتي ما لازم تعاقبي حالك هيك. انتي ما فيك تعيشي ببيتهم. لا تروحي. انتي علمتيني كون قوية ووقف مع الحق، وانا عم اعمل مثل ما علمتيني. وثقي فيني ماما، من مصلحة الكل إنه نروح نعيش أنا وياه بالبيت عنده. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.